تكذب لا تكذب نبي تضحك وتتفرج وبد مقصدنا نحرج صارحنا عن اسرارك وموقف حصل وياك لا تكذب وقول الصدق لا تكذب نبي تضحك وتتفرج وبد مقصدنا نحرج صارحنا عن اسرارك وموقف حصل وياك لا تكذب وقول حاليا احنا بمكان شلون عندنا مثلا احنا سوق الحريم نفس الشيء كله ملابس بنات عبي الحواي الدراريع النفانيف تكرمون الجواتي يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور حياك الله. شلونك طيب ان شاء الله؟ الحمد لله بخير اذا انت بخير. يعني كنت ايام يعني مراهقتك انت لان للحينك شباب يعني يوم كان عمرك 19 20 21 حبيت؟ شي اكيد يعني بهذا العمر كلها حبيت. حبيت انزين تزوجتها ولا لا؟ لا. ليش؟ بعد قسمه. قسمه ونصيب. ظروف اجتماعيه. والله اجتماعيه اكيد. انزين وانت الحين ابو شنو؟ انا ابو منسه. ها؟ ابو منسه. منسه؟ يعني شنو منسه؟ يعني معنات الاسم. يعني منسه من النسيان. من النسيان. والحين تحب زوجتك طبعا. الحمد لله. الحمد لله الله يخليكم حق بعض. الله يسلمك. مهند ابي ايام شبابك يعني انت الحين طبعا شباب انا قصدي ايام مراهقتك. اي من اي ناحيه؟ يعني هنا اسالك الحين جربت الحب؟ لا ابدا؟ لا وهسه؟ لا انت متزوج ولا لا؟ اي متزوج عندي بنيه بقدش شوي اصغر منك. لا وين بقدش؟ انت تعرف انا كم عمري انا اكبر منك؟ لا بالطول يعني شوي. اي بالطول؟ اي زين حياتي ما حبيت. وزوجتك يعني نص ونص. ما احب بس ابني الصغير حمودي. بس ابني. وام حمود. يعني هم احبها بس مو مثل هذا. اشكرك على صراحتك. تدين الصدق؟ بس ابني احب انا حمودي. ليش وام حمود؟ يعني هم احبها بس مو مثل هذا. هذا غير. اي غير هذا. اي لان هذا ما يتعوض يجوز باكر اتزوج انا. صح. لا صار بي. بس هم الولد تقدر تجيب غيره؟ هذا ما يجي غيره. سؤال يقول ايام شبابك تمام ايام مراهقتك شبابك حبيت؟ ما ادري يقولون عاد حب جيلكم غير ما ادري الحمد لله كل الناس احبابنا يعني لا حبيت الحب لا وزوجتك؟ لا الحمد لله زوجتي ام عيالي يعني هي الذخر وهي البيت والكام اكيد انت حبيتها قبل الزواج يعني كنت تعرفها ولا لا بعدين لان مع العشره انا كنت بديره وهي بديره انا بديره وهي بديره هاي عنك ما ادري بعد هي كنت انا في الكويت وهي في العراق انت مواليد الكويت؟ نعم اي منطقه؟ خيطان خيطان كم سنه قعدت في الكويت؟ 35 سنه ما شاء الله يعني تعرف تتكلم كويتي هذه قاعد احكي معاك ان شاء الله حكي عادي ايام شبابك ايام ما انت طبعا للحين شباب والله هذه من كان عندكم البنتيك ب 91 ها انا جيت السوق هنا بال 75 16/6/75 طبيت الخضاره ايه كانوا يجون الكويت حلو يباتون وين باب الخصيب عندهم ايه؟ مزارع بساتين ويجون الخدم مالهم وكان البنتيك مالهم والكابرس اللي هم هذه اي سياره اللي هي اسمها كابر شوفر وبنتيك اي بنتيك اللي عندكم بالكويت ما اعرفها بنتيك ما اعرفها زين الحين انا سؤالي ايام شبابك نعم وايام مراهقتك نعم حبيت ما حبيت عربي ها لا. اسمع عالمي all English all English حبيت French German ألمان تعلم أنا اللي ما أقرأ وأكتب إيه؟ بس تعلمت باللهجة اللي هم يجون لجانب الفرنسيين بوجو صفا صفا بيا صفا توا إيه؟ كيس كيفي ماذا تتكلم زين يعني تحبيت إنجليزية إيه حبيت فلبينية تقريبا سنتين فلبينية إيه زين
هذه حب حياتك؟ حب حياتي. كم كان عمرك؟ كان عمري بحدود 21 سنة 19 سنة. يعني كنت شباب شباب؟ ابو حمزة ايش قد حبيت بحياتك ايام شب؟ كلش هواي. اي والله العظيم هواي. لا علاقات بعد كنا بالمدرسة زين، وخارج المدرسة من كان دعونا للجيش هربنا من الجيش كلش هواي. عرفت من الجيش؟ نعم. حلو زين، كم مرة قلت لي حبيت وايد؟ زين وزوجتك الحين ام حمزة هي من تعتبر حب خلق؟ تعرفت عليها هنا كان عندي بسطية كمبر مال صيرفي. زين وجت تصرف ويا خالتي طفت قلبك يمه وتعرفت عليها وصارت القسمة. بس الحين خلاص هي الختام. الحمد لله والشكر مشكورين، وان شاء الله تدوم الخوة بيناتنا احنا وياكم يا رب يا رب. ينطيك العافية. الله يعافيك. لا بهذا الموضوع ما اقول لك يعني حبيته، لانها شلون تقول مرينا بظروف ما مو فارغين هذا المجال يعني ما الحب وغير قضينا العمل ودراسه بهذه الامور. يعني قضيت حياتك دراسه وعمل. اي على قولتهم عشنا صغار مو مدللين وكبرنا مو مدللين. افا انزين والحين انت متزوج؟ نعم متزوج. وتحب زوجتك؟ يعني ما نقول اكيد. ليش؟ اكو مشاكل حاليا ناس يعني. لا ان شاء الله الله يهدي النفوس. احنا يعني برنامجنا ماكو كذب يعني. صح. اي صح اكو شويه مشاكل يعني. ها. لا الله يهدي النفوس. يعني ما اقول لك ما احب لان انا عندي عيال من عندها على قولتكم يعني جهال عندنا. صح. هي. لا ان شاء الله الله يهدي النفوس وترد المياه الى مجاري. ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك العافيه. حياك الله اهلا وسهلا. كم عمرك؟ 35. العمر كله ان شاء الله. الله يسلمك ما الله يديك تسلمين. ايام مراهقتك. اي 19 20 22 حبيت؟ لا كلش كلش. ليش؟ التهيت بالعمل. يعني خذاك الشغل. اي زين والحين انت متزوج؟ اي الحمد لله. وتحبها زوج؟ اكيد. ام شنو هي؟ ام شمس. ام شمس. وين كاميرتها هذه؟ عطنا كلمه حب ام شمس. والله اقلها احبك. لا شوف الكاميرا وقول اقلها احبش واموت عليك. الله يخليكم حق بعض. علي عليك الله يخليك لهم ان شاء الله وتشوفهم معاريس. الله يسلمك. شكرا. قبل 10 سنين 11 سنه 9 سنين حبيت شبابك؟ اي شلون؟ اي حبيت. حبيت؟ اي. تزوجتها ولا لا؟ لا. ليش؟ ظروف. ظروف اقتصاديه اجتماعيه؟ لا اجتماعيه. والحين انت متزوج؟ متزوج. حبيتها خلاص؟ اي الحمد لله. يعطيك العافيه. الله يسلمك. ايام مراهقت ايش كثر حبيت؟ ما حبيت بس كذبت. كذبت بالحب. صاحبت يمكن اذا اقول لك يمكن 60 بنيه 50 بنيه بس قليل. بس قليل. زين الحين 50 60 ولا واحده فيهن حبيتها؟ انا كذب حبيت كذب. افا زين والحين وقشمرت. وزوجتك الحين؟ لا بعد راح الحال العمر 60. لا الحين انت كم سنه متزوج؟ صار لي من 90. زين من 90 يعني تقريبا 32 سنه. اي زين. اي قبل 20 سنه يعني. ايه ما ايه لا وهم هم شويه هم لعبت غير لعب. لعبت غير لعب؟ اي هم سويت غير سوالف وهم مشيت سرعه 180. احب الصراحه. ايه والله وسويت اللي ما حد سواه وعشت عيشة الملوك. عيشة الملوك. عندي سؤال. إلى الجواب. حرمت؟ اي الحين انت سيدة؟ بس لا بعد راح الحال موش يعني انت الحين سيدة خلاص؟ اي بعد كافي هسه صارت صلاة. صار لك كم سنة؟ كم سنة؟ صار لي بالخمسة ستة عدل. خمس سنين؟ اي خمس سنين ست سنين عدل كافي انتهى الحال. لا يحن يحن. وشون تقضي بقلبك؟ لا بعد انا باوع وخاي ودغدغ ودغدغ وما ادري شلون واسوي السوالف الصدق. الصدق انا احكي والله صدق. بايام شبابك يعني يوم كنت ب 19 ال20 حبيت؟ اي وايد ولا شويه يعني؟ ابو محمد قال 50 مختلف بعد قلت العمر 19. صح. ايش توقعين في الكل يعني من 19 لي خلينا نقول 25. اي لا 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 انا من حبيت بعد نويت عليها وتزوجتها. انت اللي
تزوجتها هي اللي حبيتها. ايوه ايوه. هذا شوفوا نهاية الحب الحلو الحلال. الزواج كم سنة حبيتها؟ تقريبا فترة الدراسة. ثلاث سنوات. بما ان انت عشت هالتجربة شنو تنصح الشباب يتزوجون عن حب؟ يعني شنو تنصح فيه الاحسن؟ تحس الحب ولا الاهل المعارف؟ والله بعد هو كلمة الى قناعته. صح. كلمة الى قناعته الشخصية. بس انت شنو تحس الاحسن؟ انا بعد انا نفسيتي انت مقتنع. عن تجربتك. اي نفسيتي ومقتنع بهذا الشيء. اللي حبيتها اخذتها. شيء اكيد. الله يخليكم حق بعض. تسلمي. ولي سلام. لا تلف وتدور.